هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. تخيل ان كل انسان يشوف غيره بعين احسان، ونبدا كلنا نسعى نرجح كفة الميزان، عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا، نشارككم سعادتنا وصدقني وبالامكان. الإنسان قد كبر همه ويسمع لا تخاف من شي، وربك ما ترك إنسان، لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس، ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أحبتنا في ربوع الوطن الحبيب وجمهورنا ومتابعينا على منصات التواصل، إلى الحلقة 26 من حيث الإنسان، أهلا بكم. هل يتخلى الناس عن أحلامهم في الطريق؟ هل ينسونها كما ينسى المسافر أحد أمتعته؟ متى يحدث ذلك؟ ربما عندما تطرأ متغيرات ما كانت تخطر على البال. لدينا اليوم قصة فتاة، بل فتاتان، كان لكل واحدة منهن حلمها الكبير بعد سنوات من النظر نحو الطريق التي ستأخذهن نحو ما أردن. ذهب إليهن حيث الإنسان، لكن الظروف قد تغيرت والأحلام قد توارت قليلا، بل ربما كثيرا مع قسوة هذه اللفظة الأخيرة، لكنها واقع سنراه اليوم. يحاول برنامج حيث الإنسان مشاركة نوى يومها والنظر معها نحو الحلم القديم. فهل يمكن لتلك الأيام أن تعود ولتلك المسافات أن تجتاز؟ إلى فيلم الليلة من تعز. كل الأماني أحالتها الحرب إلى رماد، ونحن اليوم في مدينة تعز
المدينة التي شهدت الكثير من المواجهات امتدت طيلة السنوات الماضية، وبعد أن دخلت الهدنة بدأ من كانوا يحلمون تلك الأحلام بتذكرها، لكن نهى لم تعد تلك التي كانت، ولا أحلامها بقيت كما تركتها قبل سنوات. كنت أشيش أكون دكتورة، يعني كنت أدرس بعدين وقفت بسبب الظروف، ما كملتش، كان أخواني وأظن كثير يدرسوا، يعني إحنا نعمل السادس أو الإعدادي وقفنا، يعني أرض وما أرض وشغلة وضع، يعني البقية إحنا عندنا بالقرية ما كانش كثير الاهتمام بالدراسة وهذا التعليم. بعدين بدأ يتحسن الوضع وبدأ الحرب. وتلك بداية مختلفة تخلق معها واقع جديد، فها هي نهى وقد مستها تلك الحرب بصورة مباشرة تحاول حالياً فهم ما جرى لها. خرجتني من المطبخ أشوف الجهة القدم بالمدرسة، أشوفهم أحسب مع الاشتباكة وضع هم يعني بالخط. رجعت للمطبخ واني جالس كذا جمع عندي وكذا، حاولت انني اجلس شويه والقنص قنص لبن رجلي حتى ما نش مقابل المترس، وهذا يعني من جهه منزل على البيت. كنا احنا بالمدرسة، تحركنا من المدرسة بدعم من الصبح اشتباكات، وبعد وقفوا نص ساعة حوالي كذا أو ربع ساعة، وإحنا مشينا المدرسة، قلنا يا جماعة نصل المدرسة وبعد ساعة. لما شوية إحنا بدعنا يعني الحصة الأولى، بدع الرصاص الاشتباكات وسط المدرسة، خرجونا إحنا من المدرسة وروحوا بنا. أنا مقابل قادنا أطلع على البيت، أش سمعت الطلقة يعني حطة بمكان يعني موش إنه ولا شق جدار ولا شيء، لأنه يتصل قرح قارحين. قلت ذي يا عم شق آدمي ولا بنت تراب. حتى تلك اللحظة لم يكن يعلم أن شقيقته هي الضحية، وأن تلك الإصابة ستتحول إلى بداية معاناة أسرة كاملة. كنت مروح وفي ناس واقفهم قالوا أختك تكسرة وما أدري إيش، وأني قالوا إنه كان تحطب وإحنا ما نخرجش، قالوا ترى قلنا ما تخرجش. بعدين لما فترة واجهت ناس قالوا قزعين عند بيتكم في شواغب هناك، وبعدين نزليت قريب من الرصاص، كان في اشتباك من ورا الرصاص، نزليت قريب من القرية العليا لا عند بيتنا، أجي أشوف معاه في شحاب البيت، هذا البيت مقفل معاه في الدم واللواعم بركضن بالقاع والدباب. خلص صلتني ورقمة أمي مكانا لهي جنبي، كنت أقول قوقعة في أمي أداعي لأمي، شفت رقلي ما عادها ليش ذي للخلف وذي رقلي مرة، يعني خلاص ارتفع كذا وجهي، ويعني تعوقت بشكل ما عاد قدرت، لما أنا بصرت رقلي تفاجأت الإصابة بالأفخاذ اثنين، دخلت من اليسار خرجت من اليمين ونفضوا ولين تفجرها، لما دخل من هنا عضل تفجرت برقلي وخرج شلل العظم والشرايين والأعصاب والأوردة كامل. في الأخير أنا يعني أشوف الناس إنه أختي تنهار قدامي من الرصاص ومن كل شيء، يعني تحملوا لي الناس بعد ما وقع الرصاص هون يقزعوا بينه، أخي سراح يجيب واجهني بسيارة والناس حاملوني وشلوني، قادي كنا بعد ساعتين وصلنا هنا مستشفى البريهي وأسعفوني وقاموا بالإجراءات اللازمة بمستشفى البريهي. الفتاة التي كانت تحلم أن تذهب إلى المشفى لمداواة المرضى تحمل إلى ذات المكان، ولكن ليس كما يقول حلمها، بل كما أراد من يجلس خلف بندقيته ويختار ضحاياه دون تمييز. حصلت نهى على الرعاية الطبية وحاولت العودة من حيث توقفت، لكن بحال غير حالها القديم، يعني أتعالج وعمل العمليات ونتابع العلاجات، والعلاج الطبيعي يعني الصعب إنه لو في الآن معي عمل أو كذا تمام، شقدر أفعل، بس إنه التعب
أتعب بسبب العمليات والعظام، أنا مش قابر تمام، والرجل حقي تتعبني، يعني لو خربت أعمل علاج الطبيعي روحت للبيت خلاص أتعب، يعني بصعوبة القزعة عندي بسبب العضلات حقي تعبانة شوية، ما فيش شد أعصاب، يعني الآن لو مشيت كذا شوية فترة أسقط للأرض على طول. على برنامج حيث الإنسان أن يأخذ كل هذه المخاوف على محمل الجد، وأن يضع فكرة تراعي ما صارت إليه نهى، لكنها ليست وحدها، فقد تعرضت الأسرة لحادثة جديدة. أختي نزلت هنا عندي كانت تعولني، لأنني كنت طريحة فراش، جلست سنتين ما نش فاهم حاجة، وكانت أختي تعولني، وبعدين خرجت تجيب ماء كذا قدام المغرب 2019، وقع القنصة بشق العمار ورجع لبطنه خرج من العمود، وبعدين أختي معاق ثاني. بس هذه الثانية كان وغير أنا نجيب داخلي، كان مات الدكتور، كان خرج يقول لنا توفي تيمة، كان قال توفي، قلت له يعني قلت مكان إرادة الله والحمد لله، بس واحد يحاول داخل، حاول الدكتور يعني لما مفتوح هنا العملية وضغط على قلبي وهذا، واستعد يعني النبض من جديد، والحمد لله على كل حال هذه إرادة رب العالمين. بعد من العناية عملوا العملية تجديد ثانية، رجع كان في بشلال بالعمود، ما داروش إنه في كنت معور بالعمود، بعد رجع عمل لي العملية اللي هي من العمود، يعني الحمد لله على كل حال. لأن خرجت كانت تعولني ونزلت من القرية من شاني وانصابة وتعورة ومثلي، يعني أنا أحس بنفسي إن هي يعني بسبب تعورة، ويعني معانا كثير. يعني تعب علاقات وشقوة وسرحة ورقعة، وإحنا نازحين هنا بداخل تعز، يعني الحالة المادية ما تسمحش، وأخي يشقي بالمصنع كذا على قدر حاله، هو تعبان في بالقلب، في بضغط بالفقرات بداية انزلاق، يعني أتعب معنا، وصهير كم شو مقهده، صح إحنا موجودين هو يساعد إحنا، يعني على قدر الوضع، الوضع هذا اليوم يعني لما كنت انت المعاقات ونازح من القرية والعمليات والعلاجات، والعلاج الطبيعي مستمر، يعني شغلة كبيرة مسؤولية. بيت أنا مكاني سرقوني مع بقبش ولا شيء، الآن لحم نشتي عنا سرح محل معنا القشي لين عايشين سرح، البيت حقنا سرقوني الأدوات كل شيء، مع بقش لا باب ولا طاقة ولا حاجة، يعني مع جالسين هنا عند صهيري مع نخرج شينا. ما في حلم، لأن إحنا ما أكملناش الدراسة حقنا، ما درسناش، ما درسنا للصف رابع بس بطلنا. حلمي إنه أمن مستقبل خواتي أولاً، أنا مستقبلي ساحقنا رجال، متى ما اشتقي حيا بأهلا وسهلا، الهيموتا مكاني سواء، لكن أهم شيء مستقبل خواتي من الدهورة من الحاجات، يعني لو إذا مثلاً حصل شيء ما عندهم شيء، لا بيت ولا ما عندهم شيء. أفكر أنني أكمل دراستي وأكون دكتورة، علشان لو في إنسان تعبان أو معاق أو أي حاجة، أول شيء تمد له بالأمل أنك تتحسن، والتفكير حقه لازم يغير من ذات نفسه وتفكيره، يعني هي الإعاقة مش الإعاقة الجسد، الإعاقة إعاقة التفكير، إعاقة تفكيره هو بنفسه، أنه خلاص يجلس معاق يفكر بكلام الناس يقول أنت معاق، أنت شخصيتك كذا، أنت كذا، أنت كذا، أنا مش أفكرش بالناس ولا أفكر أنهم يقولون كذا.
هذا يعني إيش؟ في اللحظات الصعبة يحضر حيث الإنسان يبدأ اليوم تجهيز بقالة متكاملة لأنها وأختها. ألف مبروك المشروع تفاجأت وحسيت قلبي شو خير. الحمد لله. ألف ألف شكر لكم. يعني ما صدقتوش إنه معي مشروع شبدأ حياتي من الصفر. إن شاء الله للعمر ويكون دعم سند. شعرنا شاركم سعادتنا وصدقين وكل يمكن بقلبك خير يحب الغير ابتلا بقلبك خير يحب الغير ليش الإنسان قد كبر همه ويسمع لا تخاف منشي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان تم اختيار مشروع يتناسب مع وضع الشقيقتين بحيث يمكن لهما العمل بصورة خفيفة وحرة. تخيل ان كل انسان يشوف غيره بعين احسان ونبدا كلنا نسعى نرجح كفة الميزان عشان تحلى. متجر متكامل تم تزويده بكل ما يحتاجن اليه، ومن هذا المشروع ستتمكن نهى من العمل والسعي نحو حلمها الاول والذي لم تتنازل عنه، لكن ذلك الحلم سيحتاج الى امكانات، وهذا ما سيوفره المتجر لفتاة كان لها حلم تأخر لكنه سيأتي يوماً ما. سيأتي ليزرع الفرحة في أسرة عانت كثيراً، وآن لها أن تبتهج وأن ترد الجميل لمن ساند كل لحظة في أيامها، وها هي الأيام تبدأ من جديد. نهاء وتيماء أحمد، هذا المشروع مقدم من حيث الإنسان بدعم وتمويل من مؤسسة توكل كرمان. إن شاء الله يكون فاتحة خير واستقرار لكم. اسمع لا تخاف منشي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس إذا
حصلت نهى وشقيقتها على تدريب من مختصين في عملية البيع والشراء ودراسة متغيرات السوق. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن كما شاهدنا، هذا المشروع سيمكن نهى من النظر نحو مستقبلها الذي كانت ترجوه. صحيح أن المسافة زادت بعدا، لكن ما دام لديها إرادة ودخل جيد فما المانع من أن تعود إلى صفوفها المدرسية قبل أن تصل إلى الحلم القديم. ولقد حرص البرنامج على طول مسيرته أن يعيد الطلاب إلى فصولهم المدرسية بعيداً عن أعمارهم أو فئاتهم. الآن مشاهدينا الأكارم، دعونا نحيي الزميلة مترجمة لغة الإشارة إيمان القدسي ونشكرها. شكراً لك إيمان. طيب، الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فقرة متابعينا في البث المباشر عبر الفيسبوك، وسؤال حلقة الليلة يقول: السؤال يقول: ما المشروع الذي قدمه حيث الإنسان لنهى وتيماء؟ السؤال يقول مرة أخرى: ما المشروع الذي قدمه حيث الإنسان لنهى وتيماء؟ الخيارات: 1 مزرعة، 2 بقالة وبهارات، 3 محل كوافير. 1 مزرعة، 2 بقالة وبهارات، 3 محل كوافير. اختر رقم الإجابة الصحيحة وسنعلن القرعة نهاية هذه الليلة لنعلن من فاز معنا ب50,000 ريال. كل التوفيق للمشاركين في البث المباشر. طيب، الآن نروح لفقرة الاتصالات واستقبالها ونقول بسم الله. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا، السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. ألو، يا حي وسهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، من معنا أخي؟ نتعرف عليك. معك إبراهيم عبد الحسن. إبراهيم، من فين تتكلم إبراهيم؟ من مأرب. من مأرب، حي الله إبراهيم وأهلنا في مأرب. أخواتي مباركة يا مأرب. من لحج ولا من مأرب؟ من لحج. عفوا، اعتذر منك يا ابراهيم. حي الله ابراهيم واهلنا في لحج وايضا في مأرب، وخواتي مباركه يا ابراهيم. علينا وعليك ان شاء الله. طيب ابراهيم، اول مره تشارك معنا؟ اول مره. طيب ممتاز. طيب، شفت القصه، شفت الفيلم ابراهيم؟ ايوه معك. شفت الفيلم؟ وين رحت يا إبراهيم؟ ليش تسكت عند السؤال هذا؟ إبراهيم تسمعنا؟ ما أسمعك أنا. طيب، إذا أنت جاهز نروح للسؤال، إيش رأيك؟ يبدو أن الصوت يتقطع عند إبراهيم، بنروح. طيب، إذا هو معنا، والله للأسف سقط الاتصال مع إبراهيم من لحج، ونتمنى أن يعاود الاتصال ويكون حظه أن يطلع معنا ويفوز. طيب، نروح لاتصال آخر وإن شاء الله يكون الاتصال جيد ومعه رصيد كافي المتصل الجاي. ونقول ألو. 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 ألو، مرحبا، يا أهلا وسهلا، من معنا؟ ألو. أيوة، أسمعش، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أختي، من معنا، نتعرف عليش؟ أحلام سلمان. أحلام، حياش الله يا أحلام، من فين تتكلمين يا أحلام؟ من محافظة إب، حي الله أحلام وأهلنا في إب. طيب يا أحلام، تابعت القصة، نروح للسؤال. طيب، نروح لسؤال مع لأحلام وإن شاء الله يضبط معاها الإجابة على السؤال. السؤال يقول يا أحلام، إذا تسمعينا، ما اسم شقيقة نهى؟ ما اسم شقيقة نهى؟ مرة ثانية. تيماء.
انت شيماء. شيماء. طيب نعطيها الخيارات. انا صوت مش واضح، ارفعي صوتك يا ارفعي صوتك على اساس نسمع الاجابه. طيب الخيار الاول شيماء. عصماء. الخيار الثاني تيماء. الخيار الثالث شيماء. رقم 2 تيماء. نثبت لها الاجابه. اجابه صحيحه ومبارك عليك 100,000 ريال. شكرا ليش وكنتي اول الفائزين معنا في هذه الحلقه، يعطيك العافيه ومبارك عليك. اتابع الحلقه من لي 5 سنين واني اتابع اول شيء. مبروك عليك وصلتي بالسلامه والحمد لله، تيسرت امورك في هذا الموسم وفزتي معنا، وشكرا ليش على متابعتك، وايضا شكرا لي الجائزه يعني شكرا ليش ومبارك علينا مشاركتك معنا، تشرع عافيه شكرا ليش. طيب نروح لاتصال جديد نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اخي، من معنا؟ الو. هلا ومرحبا. محمد هادي. احمد محمد سنان. طيب لان الصوت فيه مش واضح عندي، حاول انك تكرر مره ثانيه صوت اسمك. الو معك محمود هادي احمد سنان. محمود حيا الله يا محمود، من فين تتكلم يا محمود؟ ايوه اسمعك الان محمود، من فين تتكلم؟ من حجة. من حجة حيا الله محمود. طيب يا محمود اول مره تشارك معنا؟ اول مره اشارك. ايوه. طيب وبتفوز ان شاء الله؟ واثق ان شاء الله. تابعت يعني تابعت القصه صح؟ والله ما تابعناها. وكيف راح تفوز يا محمود؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب نشوف السؤال لمحمود ونشوف حظه معانا ونصيبه، وهو موكل امره الى الله. طيب نروح وسواء فزت او ما فزت هو نصيبك، وان شاء الله تتيسر امورك يا محمود. طيب السؤال يقول يا محمود، ما اسم شقيقة نهى، عفوا ما اسم شقيق نهى وتيماء؟ نعطيها الخيارات لانه ما تابع. ما اسم شقيق نهى وتيماء؟ 1 احمد، 2 فهد، 3 الوافي. محمود. ألو. ايوه اسمعك انا يا محمود، اعطينا احنا اجابه اذا سمعت السؤال. محمود الصوت بدا يتقطع، لو تحاول تروح يمين او شمال شويه يسار، تتحرك شويه بالتليفون بحيث يوضح الصوت ونسمع الاجابه. السؤال يقول مره ثانيه يا محمود، ما اسم شقيق نهى وتيماء؟ الخيار الاول احمد، الخيار الثاني فهد، الخيار الثالث الوافي. اختر اجابه وان شاء الله تتيسر امورك. يلا يا محمود. فهد. فهد. من مرة ثانية؟ فهد. فهد. طيب نغير لك السؤال على أساس هذه وسيلة المساعدة الوحيدة معنا، ونحاول يعني تتيسر أمورك في السؤال اللي نغير لك إياه. طيب السؤال البديل يا محمود يقول، السؤال البديل ونشوف حظك ونصيبك فيه، تم إسعاف نهى إلى مستشفى، نعطيها الخيارات. الخيار الأول تم إسعاف نهى إلى مستشفى النخبة 1، الخيار الثاني البريهي، الخيار الثالث الجمهوري. والله يا أخي مش مساعدة منك. اختار و محمود. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود وما أسعفنا حتى نقدر نساعدك يا محمود، لكن لو كان حتى على الأقل اخترت إجابة كان ربما يكون نصيبك تفوز. طيب نروح لمتسابق آخر ونشوف حظ الجاي الجديد، نقول ألو. ألو. ألو مرحبا. يا هلا وسهلا. يا هلا. يا أهلين يا مرحبتين يا مليون أهلا، من معنا نتعرف عليك؟ يا هلا ومرحبا. يا مليون أهلا ومرحبا. من معنا نتعرف عليك؟ معك عبد الله عديل طاهر الأشول. حياك الله يا عبد الله، من فين تتكلم يا عبد الله؟ الله يحييك يا اخي. الله يحفظك، من فين تتكلم؟ من الضالع. حي الله عبد الله واهلنا في الضالع، كيف يا عبد الله؟ كيف الخواتيم عندكم؟ كيف الاجواء؟ الله يحييك. والله علينا عليك ان شاء الله. حياك الله، طيب أول مرة تشارك معنا في البرنامج؟ أيوه. طيب، شفت القصة جاهز، نروح للسؤال. أيوه يا أبا أيوه. طيب عبد الله جاهز وما يحتاج والله ييسر لك يا عبد الله، والسؤال يقول يا عبد الله، تم إسعاف نهى إلى مستشفى، تحتاج خيارات؟ أيوة إن شاء الله. أيوة. طيب نشوف الخيارات لعبد الله.
واحد، الخيار الأول النخبة، الخيار الثاني البريهي، الخيار الثالث الجمهوري. البريهي. 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 أوه. متأكد خلاص يثبت على مساعدة صاحبك؟ أيوة أيوة ثبت. أنت تثق فيه؟ مواثق فيه؟ ثبت ثبت ثبت. طيب نثبت له البريهي. إجابة صحيحة ومبارك عليك 100,000 ريال. يلا مشكور مشكور. مشكور لكم أيضا، أعطيكم العافية. شكرا لكم. يا سلام يا سلام على هذه الأصوات، أصوات الفرحة، أصوات الحماس. طيب نروح على اتصال آخر ونقول ألو. يا هلا مرحبا، وين المتصلين والمشاركين معنا حبايبنا من اليمن من البلاد؟ ألو. أيوة نتعرف عليك. نعم. هلا أهلا أهلا ومرحبا، مين معنا نتعرف عليك؟ ألو. أيوة اسمعك، أعطيه فرصة اسمعني. ألو مرحبا، يا هلا وسهلا، من معنا نتعرف عليك؟ الاسم الكريم. مباشرة نروح للخيارات من دون سؤال، أنا سمعت واحد يقول نروح للخيارات. ألو مرحبا، نسمع السؤال وبعدين نشوف الخيارات ونسمع الإجابة ونفوز، هذا الترتيب. ونقول ألو، من معنا؟ يا هلا مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. يا هلا ومرحبا اخيرا، كيف الحال اخي، من معنا؟ معك محمود ياسين عبد الوهاب. حياك الله يا محمود، هذا المحمود الثاني ان شاء الله ويكون حظك زين يا محمود معنا. حياك. من فين تتكلم يا محمود؟ من صنعاء. من دمار. يا اهلا بمحمود واهلنا في دمار، وخواتي مباركه يا محمود. من صنعاء. من صنعاء يا اخي. من صنعاء يا اخي يا جماعه، انا اسمع من صنعاء اليوم اليوم. طيب من صنعاء، حي الله حي الله محمود من صنعاء، خواتي مباركه يا محمود. الله الله يحييك. اول مره تشارك معنا يا محمود؟ ها اول مره تشارك معنا؟ والله قد شاركت انا قبل 3 سنين، ولا انا ما اشارك. وفزت في المواسم الماضيه صح؟ فزت معنا في المواسم الماضيه. طيب راح تفوز ان شاء الله معنا في هذا الموسم يا محمود، ونلحق الاتصالات ونلحق الصوت ما دام واضح شويه، ونروح للسؤال، ايش رايك؟ طيب نروح للسؤال يا محمود. السؤال يقول: تحلم نهى ان تصبح، نعطيها الخيارات، السؤال يوضح. تحلم نهى ان تصبح، واحد طبيبه، اثنان مهندسه، ثلاثه خياطه. محمود، محمود من صنعاء، وين رحت يا محمود؟ ايش من اجابه الخيارات؟ الخيارات واحد طبيبه، اثنان مهندسه، ثلاثه خياطه. يلا يا محمود. محمود طبيبه. طبيبه. طيب ثبت. انت متاكد خلاص نثبت لك؟ محمود نثبت لك، نثبت، بغينا كلمه منك واحده. نثبت لك خلاص، طبيبه. شكله يسمع حد. يسمع هو يسمع شخص ثاني او ينتظر. محمود خليك معنا يا محمود، ركز راح تفوز ان شاء الله اذا ثبتنا لك. طبيبه. طيب ثبتنا لك طبيبه، ومبارك عليك اجابه صحيحه وشكرا. مبارك مبارك، فزت معنا 100,000 ريال، اجابتك صحيحه يا محمود. الله يبارك فيك. الله يحفظك ان شاء الله، شكرا لك، شكرا لمشاركتك معنا. التاخير اليوم المتصلين شويه، لكن الاتصالات هي السبب طبعا، وإن شاء الله يكون المتصل الجاي عنده هذاك الحماس وسرعة الإجابة. طيب نقول ألو، السلام عليكم، متصل جديد. صوت انقطاع الاتصالات اليوم على قولهم مخيف. نقول ألو لصاحب حظ
جميل معنا. ألو. ونقول الو مرحبا. الو يا هلا مرحبا، من معنا؟ معكم أميرة الهادي. حياش الله يا أميرة، من فين تتكلمين يا أميرة؟ أمينة. أمينة أمينة. أمينة الهادي اليوم الأسماء. طيب يا أمينة، من فين تتكلمين يا أمينة؟ من محافظة صنعاء. حيا الله أمينة وأهلنا في صنعاء. كيف الخواتيم عندكم يا أمينة؟ كيف الأجواء؟ الأجواء حلوة. طيب يا أمينة، شفت القصة تابعتيها؟ أيوة تابعتها. وإيش رأيك فيها؟ إيش رأيك في قصة البطلتين معنا؟ القصة حلوة. طيب جاهز نروح للسؤال؟ أمينة روح للسؤال صح؟ روح للسؤال. طيب روح للسؤال وبنلحق أمينة وإن شاء الله تفوز معانا. والسؤال يقول يا أمينة، ما اسم شقيق نهى وتيماء؟ تحتاج خيارات. ما اسم شقيق نهى وتيماء؟ أحمد. طيب يا يعطيش العافية يا أمينة، وكنت أمينة في متابعة القصة وفعلا الإجابة صحيحة هي أحمد. ومبارك عليش 100,000 ريال، فزتي معنا. مبروك يا أمينة، مبروك. شكرا. شكرا للشكرا. طيب نروح لمتصل آخر. طيب روح للقرعة، الشباب في الكنترول حبايبنا يقولوا نروح للقرعة، ونروح لقرعة سؤال التليجرام عن يوم أمس، ونشوف من فاز معنا. الثلاثة الفائزين كل فائز سيفوز معنا بمئة ألف ريال، ونقول بسم الله لأول الفائزين. إذن مبارك لصاحب الرقم الذي سيظهر فيه الشاشة بعد قليل، صاحب الرقم 7115749 42، صاحب الرقم 7115749 42 فاز معنا بمئة ألف ريال عن سؤال يوم أمس التليجرام. نروح للفائز الثاني ونقول مبارك أيضا لصاحب المشاركة الثانية معنا، وهذه قرعة التليجرام، وألف مبروك لصاحب الرقم 7336839039. ألف مبروك لصاحب الرقم 7336839039. كان هذا الفائز الثاني عن سؤال التليجرام ليوم أمس. نروح للفائز الثالث والأخير، والقرعة تختار هذا الرقم، ونقول مبروك له 100,000 ريال، صاحب الرقم 7 7 4 1 6 7 4 3 5 7 7 1 4 6 7 4 3 5. إذن هذه كانت قرعة سؤال التليجرام عن سؤال يوم أمس. كل مبارك لي الجميع، وكل توفيق لي من سيشارك أيضا. طيب نروح الآن للتذكير بآلية المشاركة في سؤال التليجرام، نشاهد. آلية المشاركة في برنامج حيث الإنسان الموسم السادس. كل ما عليك هو تحميل تطبيق التليجرام وكتابة عبارة حيث الإنسان داخل التطبيق، ثم الضغط على أيقونة حيث الإنسان. سوف يظهر لك التالي: نظام يمكن المتسابقين من المشاركة في المسابقة. قم بالضغط على زر ستارت. للمشاركة في المسابقة سيطلب منك التطبيق الموافقة على مشاركة رقم الهاتف نعم أو لا. اختر نعم لاستكمال خطوات المسابقة. بعد ذلك ستظهر لك ثلاثة خيارات. قم بالضغط على خيار سؤال حلقة اليوم. ستتمكن من الاطلاع على سؤال وفيديو الحلقة، وعند الانتهاء من المشاهدة اختر رقم الإجابة الصحيحة الظاهرة في الأسفل. بعد ذلك ستظهر لك عبارة تم تسجيل مشاركتك ودخولك في السحب على جوائز البرنامج. للوصول إلى مسابقة حيث الإنسان على التليجرام يمكنك مسح كيو آر كود التالي. حظاً موفقاً. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طيب نعود لجو الاتصالات واسماع اصواتكم، ونستقبل اتصال جديد ونقول الو. الو مرحبا. الو. يا هلا مرحبا، من معنا؟ ليبيا. يا جماعه الصوت انا شوي عندي طيب مره ثانيه ارفعي صوتك وكرري اسمك. الو.
ايوه ارفعي صوتك اسمعش، بس ارفعي اسمش مره ثانيه. كرري مره ثانيه. معك ليبيا. 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 ليبيا صح؟ طيب يا ليبيا، من فين تتكلمين يا ليبيا؟ من ذمار. من ذمار، حي الله بليبيا واهلنا في ذمار واسمش هذا الجميل يا ليبيا. طيب نروح للسؤال، ايش رايك؟ تابعت القصه؟ ايوه. جاهزه يعني؟ ايوه. مستعده للفوز والخساره، صح يا ليبيا؟ ايوه. طيب نروح للسؤال ليبيا المستعده لاي أيوة. فرصه او لاي على قولهم رزق. طيب السؤال يقول يا ليبيا، في اي محافظه نفذ حيث الانسان مشروعه الليله؟ اصعب سؤال هذا. طيب في محافظة كرر الإجابة مرة ثانية. في محافظة تعز. ألف ألف مبروك يا ليبيا، كانت الإجابة صحيحة في محافظة تعز، مبارك عليك 100,000 ريال. يعطيك العافية يا ليبيا، وشكرا لمشاركتك، وشكرا ايضا لهذه الاصوات، اصوات الحماس واصوات الفرح، والله يديم الفرح علينا وعلى اليمن عموما. شكرا لك يا ليبيا. طيب نروح لفرحه جديده واتصال اخر، نقول الو. يا مرحبتين. يا هلا ومرحبا، من معنا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي من معنا؟ تعرف عليك. مرة ثانية لأنه الصوت شوي عندي ضعيف أنا يوصل في الاستديو. كرري يسرى. يسرى، أنت يسرى صح؟ أيوة يسرى. حياك الله يا يسرى، من فين تتكلمين يا يسرى؟ الله يحييك. أيوة من فين تتكلمين؟ أمين ستين. حي الله بيسرى وأهلنا في تعز. يا يسرى لو توطين صوت التلفزيون شوية وتسمعين من التلفون على أساس نسمعش ونفوز مع بعض، إيش رأيك؟ طيب لأن الصوت تقطع يا يسرى، أنا ما أسمعش بشكل جيد، إيش رأيك روح للسؤال ما دامش إن شاء الله تكوني جاهزة؟ روح للسؤال. ايوه طيب. انا بس للسؤال. طيب نروح للسؤال مباشره، وان شاء الله تابعت القصه يا يسرى. أيوة. صح ولا لا؟ ان شاء الله. طيب نروح ليسرى اللي تابعت القصه. جاهزة. طيب يسرى جاهزه ونشوف سؤال يسرى. السؤال يقول يا يسرى، كيف اصيبت نهى؟ نعطيها الخيارات على اساس يكون سهل عليها الإجابة. كيف أصيبت نهى؟ الخيار الأول حادث سيارة، الخيار الثاني رصاصة قناص، الخيار الثالث لغم حوثي. رصاصة قناص. طيب رصاصة قناص، نثبت لها الإجابة. إجابة صحيحة يا يسرى، ومبارك عليك 100,000 ريال. يلا شكرا عليكم، يعطيك العافية. تابعت أنت الفيلم صح؟ أيوة تابعته. وإيش رأيك في القصة؟ وإيش رأيك في 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 البطلات نهى وتيماء؟ يلا شكرا لك. يلا شكرا ليش، يعطيك العافية ومبارك عليك. طيب نروح للآن اتصال آخر شباب. ألو مرحبا. ألو مرحبا، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي من معنا؟ معك ناصر تبع. حياك الله يا ناصر، من فين تتكلم يا ناصر؟ محافظة الحجة. حي الله ناصر وأهلنا في حجة وأخواتي مباركة يا ناصر. تابعت القصة يا ناصر؟ علينا وعليك. علينا وعليك. علينا وعليك إن شاء الله. تابعت القصة؟ شفت الفيلم؟ أيوة أتابع واصل، 5 سنة أتابعه لأول مرة يمسك معنا اليوم. يا سلام، والحمد واصل. الحمد لله أنك وصلت، والحمد لله أنك طلعت معنا، وإن شاء الله تفوز يا ناصر. تابعت الفيلم صح؟ اليوم ايوه قصة اليوم قصة. طيب نروح للسؤال يا ناصر، ايش رايك؟ اليوم تابع. طيب السؤال يقول يا ناصر، ما اسم البقالة التي قدمها حيث الانسان لنهى وتيماء؟ تحتاج خيارات.
ايوه طيب نعطيها الخيارات. الخيار الاول الخيار الاول بقاله الورافي، الخيار الثاني بقاله الوافي اخوه، الخيار الثالث بقاله الصفوه. بقاله الوافي اخوه. متاكد؟ بقاله الوافي اخوه. بقاله الوافي اخوه. متاكد ان شاء الله؟ اذا مش متاكد غير لك السؤال. طيب ما غير السؤال. إذا ما صحيح غير السؤال. طيب خلاص ما دامك أنت شفت الفيلم ومتأكد، ونحن نقول أيضا يعني نثبت لك الإجابة. إجابة صحيحة، ومبارك عليك 100,000 ريال. شكرا. شكرا لمشاركتك معنا. الله يحفظك. الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله بعد 5 سنة يعني. الحمد لله انك فزت معنا وسمعنا صوتك بعد هذه السنوات، والحمد لله انك فزت وايضا شاركت وكانت ختامها مسك، والف مبروك. طيب نروح للان اتصال اخير وفائز اخير نقول ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي من معنا؟ هيا. هلا يا اهلين ومرحبتين، من معنا؟ حياك الله. حياك الله. حياك، من معنا نتعرف عليك؟ يحيى علي عبد الله. يحيى، من فين تتكلم يا يحيى؟ من شرعب. من شرعب، حيا الله بيحيى وخواتيم. صنعاء. صنعاء. من صنعاء. من صنعاء. من صنعاء. طيب اليوم أنا جالس مستعجل في الأسماء. طيب يحيى من صنعاء. طيب يا يحيى أول مرة تشارك معنا، جاهز؟ عرف آلية المشاركة، روح للسؤال. طيب نروح للسؤال يحيى، ونتمنى أنه تابع القصة ويجاوب على السؤال. السؤال يقول يا يحيى، تحلم تيماء أن، نعطيها الخيارات ستوضح الإجابة. تحلم تيماء أن، 1 تكمل دراستها، تحلم، 2 أن تسافر، تحلم بالخيار الثالث تشتري سيارة. تكمل دراستها. تكمل دراستها. نثبت له، ثبت الإجابة ليحيى. إجابة صحيحة يا يحيى، تكمل دراستها، ومبارك عليك 100,000 ريال. شكرا. شكرا لك. شكرا لك أيضا، شكرا لمشاركتك. طيب الآن نروح نشوف من فاز معنا في سؤال اليوتيوب عن يوم أمس والإنستغرام، ويا شباب تفضلوا يعملوا القرعة. إذن ألف مبروك لصاحب الحساب الظاهر في الشاشة عن سؤال اليوتيوب اليوم أمس، 50,000 ريال يا بشار. مبارك يا بشار، 50,000 ريال. شكرا يا بشار صاحب الحساب الظاهر في الشاشة. طيب نروح نشوف من فاز معنا عن سؤال الانستغرام، 50,000 ريال. مبارك لصاحب الحساب الظاهر في الشاشة ياسمين أمين. مبارك يا ياسمين، 50,000 ريال عن سؤال الانستغرام. مبارك يا ياسمين، وشكرا للمشاركين. طيب نروح الآن لسؤال التليجرام الذي ينتظره الجميع، خاصة لمن حالفهم الحظ. سؤال التليجرام يقول، طيب سؤال التليجرام يقول، سيظهر في الشاشة بعد قليل، ما اسم البقالة التي قدمها حيث الإنسان لنهى وتيماء؟ السؤال يقول ما اسم البقالة التي قدمها حيث الإنسان لنهى وتيماء؟ الخيارات، 1 بقالة الورافي، 2 بقالة الوافي إخوة، 3 بقالة الصفوة. 1 بقالة الورافي، 2 بقالة الوافي إخوة، 3 بقالة الصفوة. اختر رقم الإجابة صحيحة، وكل التوفيق لمن سيشارك في سؤال التليجرام، وللوصول ل مسابقة التليجرام ما عليكم إلا استخدام كاميرا الهاتف، والهاتف فيه أنترنت، ومسح الكيو آر الظاهر في الشاشة، وكل التوفيق للمشاركين. آه.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. طيب مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا إلى متابعينا المخلصين في البث المباشر، ونروح لفقرتهم، وكما عودناهم نعمل لهم قرعة ويفوز معنا واحد ب50,000 ريال. نشوف من فاز معنا ونقول له مبروك مقدما 50,000 ريال. إذن حسام المريسي فاز معنا في سؤال البث المباشر ب50,000 ريال. مبروك يا حسام مشاركتك وفوزك معنا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام هذه الليلة، شكرا للمتابعين وشكرا للمشاركين، ونلقاكم غدا في مشروع وقصة جديدة، في أمان الله. البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.